السلام عليكم. تكملة للحوار في منتدى بلا حدود، فيه مجموعة من الأسئلة طرح علينا أخونا عادل، وفيما أفهم أخونا عادل صحفي، طرح مجموعة من الأسئلة نحاول نجاوب عليها، حوالي 10 أسئلة، ونحاول نكون مختصر قدر الإمكان، لأني لاحظت أن الأجوبة اللي قدمت على كانال لأخونا كانال دي زد ديمقراسي جات شوية طويلة، وبالتالي يسمح لي أخونا عادل وأني راح نكون في الإجابات متاعي إلى حد ما مختصر، حتى ما تظهرش باللي راني سكنت في اليوتيوب، راح يبان باللي الواحد راح ساكن هنا، فما نتمناش أني فسمحني إذا كان اختصاراتي سريعة أو إجاباتي سريعة، لكن نحاول قدر الإمكان بطبيعة الحال نجاوب عليك، ونحاول أني نجاوب في حدود 20 دقيقة قدر الإمكان. السؤال الأول طرحه أخونا عادل، يقول كرويفو ك لو ريجيم اي بلي فابل كوبارافون سي سو لو كا سي سي لو كا كيل زون سيري سولون فو لي سيم ريفيلاتور. أنا على قناعة باللي النظام أضعف وأضعف بكثير من الماضي. صحيح هو مر بظروف صعبة في 94 لما كانوا وهذه خذوها من عندي، يعني قالها لي شخص في منصب عالي، قال لي كانوا وضعوا حقائبهم وحزموا حقائبهم كبار رجال النظام، وأرسلوا أولادهم ونساهم أغلبية لفرنسا، وكانوا هما ينتظروا ممكن كيفاش ياخذوا طائرات في آخر لحظة في نهاية 94 لما كان ضربات الجماعات المسلحة قوية جدا ضد النظام قبل ما يستطيع أن يخترق أغلبية هذه الجماعات. لكن الآن بعد طبعا النظام اعتقد أنه جدد نفسه، خاصة مع لما جابوا خونا بوتفليقة وضعوه على أساس أن هذا هو الرجل المناسب، ومن بعد تضحت باللي كله هذا كلام فارغ وباللي مضيعة تاع وقت، والوضع في الجزائر راهو كما تعرفوا كلكم يعني راهو في أسوأ حال، وربما حتى مع بجيء بوتفليقة حتى أشياء كانت معقولة ساءت أكثر. الآن علاش راني نقولوا باللي راهو على فيبلي؟ وأنا ردا على السؤال، كاين دي سين ريفيلاتور، كاين دي سين ريفيلاتور، كاين بعض المؤشرات المفيدة. أول مؤشر وأهم مؤشر إذا شئنا هو مثلا المحدث هذا فيما يخص تعديل الدستور، لجؤوا إلى قضية كي السارق، يعني مع أن تعديل الدستور المفروض أن يتم عبر استفتاء شعبي، وخاصة مادام يهم يمس قضايا جوهرية كما يقول الدستور نفسه، مثلا قرروا أن يمر عبر البرلمان. سبب ثاني أنه كان ممكن يجو بشخص شخص آخر يوضعوه رئيس، لكن نتيجة الصراعات القائمة داخل النظام ما قدروش أنهم اضطروا أنهم يعدلوا الدستور باش يزيدوا عهدة ثالثة لرجل نعرف أنه مريض وأنه فاق 71، ضيف إلى ذلك أنه مريض. المؤشر الثالث إذا شئنا، وإحنا كانوا لما تكلموا عن الدستور كانوا يقولوا أنهم راح يعدلوه، بوتفليقة صرح أكثر من مرة يعدلوه في 2006 لكن ما استطاعوش، وقال عبر استفتاء شعبي لكن ما استطاعوش ان يفعلوا ذلك، معناه هذا ايضا ناتج نتيجه للصراع. علاش نقول الصراع؟ داخل النظام هناك اجنحه، صحيح هناك جهاز رئيسي اللي هو ماسك الامور هو المخابرات، لكن داخل هذا الجهاز هناك مافيا الماليه اللي يسموها المافيا الماليه، الناس اللي استفادوا من اموال ضخمه ومليارات، بعض المستوردين، هناك المافيا الاداريه داخل الولايات والبلديات، هناك مافيا داخل الجيش، وهناك ايضا داخل المخابرات جهاز عام للمخابرات، ولكن داخله ايضا هناك مصالح خاصه وصراعات خاصه وامور متداخله. اذا في الاجنحه المختلفه داخل النظام ما استطاعتش انها توصل الى حل الا مؤخرا وحل مؤقت. نعرفوا يعني بوتفليقه معتقدين اصلا انه ممكن يديروا له مثل ما دار بن علي البورقيبه، يعني يجيبوه برا نتيجه لانه عاجز عن العمل المرض. سين واحد اخر ريبلاتور هو انه الاوضاع داخل في انتفاضات، فيه ناس تقطع الطرق، شباب داخل ملاعب، فيه فوضى كبيره، فيه فوضى داخل المجتمع، فيه فوضى داخل الدوله، فيه فوضى داخل الاداره، فيه فوضى، وهذه تنم على ان المجتمع ضعيف. مؤشر اخر خلينا نذكر لكم، ذكروا اخونا احمد غزالي قبل 4 أيام ولا 5 أيام، احمد غزالي كان رئيس وزراء قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، وواحد من المحسوبين على النظام، واحد من اللي ينظر للشعب الجزائري نظره
من الفوق. ومع ذلك أحمد غزالي يصرح مؤخرا ويقول باللي لابد من تغيير ثوري، تكلم عن التغيير الثوري للنظام، وهذا واحد من المحسوبين عليه. وهناك كتابات لآخرين، أحمد بن بيتور هذا كان رئيس وزراء في حكومة، أول حكومة بوتفليقة، صرح قبل أسبوع لأن الناس استمعوا إليه في الجزيرة، وكان صرح قبل بضعة أشهر في جرائد أخرى تصدر خارج الجزائر، جرائد أونلاين، يتكلم فيها على ضرورة تغيير النظام تغييرا جذريا. إذن هذون ولو يتبنوا خطاب معارضة راديكالي، ربما هذا الخطاب ما كانوا يقولوه إلا مجموعة قليلة من الناس، الآن هم ولو يقولوه، وهذون كانوا قراب جدا من النظام وكانوا رؤساء وزارات. كي ناخذ فقط هذا المثال، اذا هذا مجموعه من المؤشرات اذا شئت على علاش راهو فاعل. طبعا كاين مؤشرات كثيره فقط، لكن نحاول نختصر قدر الامكان. السؤال الثاني اللي طرحه اخونا عادل يقول pensez vous que la dernière déclaration du général à la retraite Rachid Beni il traduit un éventuel malaise au sein du haut commandement de l'AMP ou ne serait-ce qu'un nuage d'été comme ce fut déjà le cas par le passé. Voir entre parenthèses, voir déclaration tout aussi tonitruante des 10 généraux en 2001. هنا كاين قضيتين. اللي قالوا رشيد بن يلس، الجنرال رشيد بن يلس طبعا كان جنرال لغايه اعتقد منتصف الثمانينات، ثم عين وزير للنقل. وحنا نتذكروا انه في 88 كان دار تصريح انذاك وقال بين اول الناس اللي صرحوا بعد 5 اكتوبر 88، لازلت اذكر تصريحاته، وقال لابد من الجزائر تتحول الى نوع من التعدديه، او على الاقل الى نوع من الانفتاح في الحريات السياسيه. اذا الجنرال بن يلس معروف انه يحظى بقدر معقول من الاحترام خاصه لدى كبار الضباط السابقين. ما قالوا ونشرته كانت نشرته جريده لوموند في واقع الامر، هو دار كونستا على الوضع، دار حب يتكلم على حقيقة الوضع، وبالفعل هو أيضا تكلم وكأنه معارض راديكالي للنظام. هذا ما كانش هو الوضع قبل ذلك، لكن كان هناك نوع من المعارضة، يبدي نوع من المعارضة، لكن كان يبقي على إطار النظام. وهذا مؤشر آخر نضيفه إلى ما قاله بن بيتور وإلى ما قاله أحمد غزالي أن النظام في وضع سيء. ووقع الأمر انه المالاز في لاين بي، نعم كان مالاز في لاين بي منذ 92، يعني الاغلبيه عارضت، مش الاغلبيه، بعض الضباط عارضوا طبعا داخل الجيش صعوبه المعارضه جدا، يعني وكان كثير من الضباط تم اغتيالهم وتم قتلهم لانهم كانوا ضد الانقلاب. في هذه ممكن يحدثونا كثير من العسكريين اللي خرجوا وداروا شهادات كيفاش انه تم اغتيال بعض الضباط وتم قتل بعض الضباط وتم سجن بعض الضباط الى اخره. والان تم طرد عدد كبير، احنا شفنا قبل فتره انه عده مئات من ضباط سابقين تظاهروا وحاولوا في قسنطينه انهم ياسوا شبه جمعيه للدفاع عن حقوقهم، لانه تم طردهم بشكل، لان كان مشكوك في ولائهم للقياده الانقلابيه. اذا المالايز داخل لاين بي موجود، لكن ما ننساوش ان الجيش تبقى دائما يخضع للقياده، اي جيش يخضع للقياده، واذا كان الجيش مثل الجيش الجزائري فانه مش فقط يخضع للقياده وانما القياده الدمويه، وكبار الضباط يعرفوا ان الوضع خطير جدا. هذا موضوع راح نتكلم فيه في المستقبل، راح نعطي بعض التفاصيل اللي نعرفها، وراح نقول لكم كيفاش رانا ننظر للجيش، الجيش الجزائري. وبكلمه مختصره، نحن نعتبر الجيش الجزائري جيش صالح، جيش له أهمية كبيرة لكن قيادته فاسدة، على عكس المخابرات اللي هي جهاز فاسد ولكن فيه أفراد ربما صالحين. أي أن الجيش كجهاز هو صالح بشكل عام، ولكن فيه قيادة فاسدة وفيه أفراد فاسدين، والعكس بالنسبة للمخابرات، جهاز فاسد ولكن فيه أفراد، ربما بعض الأفراد هنا وهناك صالحين وربما يخدموا الجزائر في المستقبل. هذه بين قوسين. السؤال الثالث، dans le même registre, comment interprétez-vous la liberté de ton de certains articles de la presse algérienne, paru récemment à l'instar de Bouteflika Army, la fin d'un dialysme, par une loi TAN de 18-11-2008. Bon, قضية الصحافة.